اهلا وسهلا فيكم من برنامج الشيف انطوان. عنا على سفرتنا اليوم سلطه ثمار البحر والفريدو فيتوتشيني ومهلبيه مع الكومبوت. معنا 5 دقائق لنجيب الغراض ونطلع بسرعه على المطبخ لنحط الطبخه على النار. شو اخبارك؟ منيح عنك؟ منيح على بعض لي. شو رايك مهلوك؟ شو هالبياض الحلو حبيبي قلبي؟ تسلم. شو هالبياض الحلو حبيبي؟ مثل وجهك الحلو. تسلم لي. حاسك مضيع. ايه انا بشتغل هون. بشوف ساعات بتشتغل هون؟ ايه وين ما كان كل شيء خاصه ولكن ريدي. وين عندك جيش ويكو؟ بعد غرين؟ نقي واستحلي. تفضل. استحلي. لك هالصبة شو حلو. لا هي بدي احلى احلى. هيدي بدي تحرز لضيفنا نعمل له اياها كبيرة. تكون حرزانه. تكون حرزانه. بدك شي بعد وحده؟ يا شي حرز او بلا. متاكد انه وحده بتقديني؟ انا اكيد. هلا انا مبين عليك انه ما في كرش بس باكل. لو عم تاكل اذا بدي اجيب لك اثنين بصير بطنك الارض هيك. مثل المرأة الحبلي بتسعة اشهر بدها تخلي. خلينا بتلاقي. بتعرف انه انا كنت ناصح وضعفت؟ كنت ناصح. ايه عملت دايت. عملت دايت قوي. أنا إجمالاً ما بحط كثير كريمة بالأكل، بس كثير معك أحط لك كريمة لتلحوس أصابيعك وراها. أصابيعك. صرت محمس كثير للحلقة. شو لك أنا؟ شو لك أنا؟ شو هيك؟ طب شيف ليش نقينا هيدا النوع من الدجاج؟ ليش نقينا يعني ليش استعملنا صدر الدجاج فيه؟ أنا ما كثير بصراحة شاطر بالأكل. فينا نستعمل صدره، فينا نستعمل فخذه، فينا نستعمل فروج كامل. بس انت انك جعان كثير بدي اطبخها بسرعه بسرعه سريعه الصدر بسرعه بتستوي. دغري ما في عظام. بس فينا نستعمل كل الانواع. ما في شيء. انا ما بدي كسر لك على اسنانك عسى في عظام بالفخذ راح اسنان. والاكثر شيء ظابطين. اكثر شيء ظابطين هني. بدنا اياك تضلك موجود وتضحك العالم. خيي شو هيك الدنيا فوضى. هلا شو بدنا نجيب بعد؟ هلا بدي اجيب سباجيتي يلي هي نوي الفيتوتشيني تبع ديروني. كثير طيبة وكثير منيحة. يلا عشبتك انا باختيار السي فود. مالك هوين. بس شو كسرت القعدة. انا معروف عني لبي الفقرة. شايف الفقرة لقيت لك شيء غالي. شيء غالي كثير. شو هيني صنف واحد يطلع 50 دولار؟ والله صراحة لا. انا بدي اسويه على اصوله وانا ما بسوي كل شغلة الا على اصوله. انا بدي استغل الفرصة. السلطة فيها هيني غشي. استغل الفرصة من ايديك. وقت تغزى. ليه؟ حرام تغزى الجسم. بالنسبة لك أنت أكثر أكل مفيد شو هو؟ كل شيء الخضار ناكلها بموسمها وناكل لحوم وناكل دجاج وناكل أسماك. بس الخضار والحبوب والبقوليات كثير مهمة مع اللحم والدجاج بكمية معتدلة. والله آخر فترة كثير مركز على الفاست فود أنا عشان هيك عم بحس صحتي تعبانة. بس مالك إيه بس مالك ضعيف مشان حسك عم تاكل. هذا الرول ماخذ لي فورم. بس تاكل صحن من عندي تشوف بلش تعمل هيك شوي شوي. بلش أول شهر، ثاني شهر، ثالث شهر، كل ما تاكل جمعة من دي بتكبر شهر. لكن لازم رمضان كل شهر يا عم. كل شهر. أنا بحب كامل الدسم. هيدا نص دسم. هيك كامل الدسم. هيدا كامل الدسم. عطول أحمر بيحطوه إنه خطر بالعكس المنيح. كامل الدسم أحسن؟ دائما إيه كامل الدسم أحلى. إلا لناس عندها مشكلة بالكوليسترول اللي هنا في الدم، ساعتها بتاخذ نص دسم. بس هو كامل الدسم وأحلى شيء. طب لكن شيف انتو بعد عندك جولتك لتكفي غراض. انا صراحه كثير جعت وحاسبك على الجديد على المطبخ. لفوق تقعد فوق من هلا. حاضر ما بقدر اضرب. اذا ضليتني عم بضرب حشوع اكثر. ناطرك ما تطول حبيب الله. يلا بشوف كيف خلصنا. هلا بنروح على الصندوق نحاسب نطلع على مطبخنا نطبخ الاكل انا وياه. شيف انطوان عنا؟ اكيد عنا. انا على طول بهبي. تسلمي تسلمي. ضيفنا اليوم طالع عبيله سلطة سي فود. ما نعمل له شيء نكلف كثير. شو بنعمل؟ بالكارت اريح شيء. خلصنا. اغراضنا صاروا جاهزين وسكاكيننا مسنونين وضيفنا صار بالمطبخ وعم بيقولوا بلش يطبخ. مشوا معنا نستقبله يا حلوين.